نظرة العالم الإسلامي للسلطان عبد الحميد الثاني هو العنوان العريض الذي حملته الذكرى المئوية لوفاة الخليفة العثماني الذي اعتلى الخلافة في بدايات القرن التاسع عشر، وكان له موقف بطولي في تاريخ الأمة خلال فترة حكمه استحقت الوقوف عليها بعد قرن من رحيله. معلومات اليوم سمعناها الحقيقة عن هذا العلم العظيم وهذا السلطان الكريم ربما كثير من الناس يجهلها، وهذه هي الإعادة للتاريخ الحقيقي للمسلمين حتى يعلم المسلمون كيف كان هؤلاء الناس حافظوا على هذا الإرث العظيم وعلى هذه البلاد الكريمة برغم ما حدث الآن من يعني تغيرات ومن يعني بيع للقضية الفلسطينية ولقضية القدس. المكتب الثقافي في منظمة الإغاثة الإنسانية التركية أو ما تعرف محليا بأيهاها أحيت مئوية رحيل السلطان عبد الحميد بالعاصمة أنقرة، واستذكرت مسيرة الخليفة بسرد تاريخي لمرحلة حكمه. السلطان عبد الحميد طبعا من سلالة السلاطين العظماء عثمان. الداعية الإسلامية الدكتور علي الصلابي قدم إلى جانب عدد من الباحثين سردا لأهم المحطات التي شهدتها مرحلة خلافة السلطان عبد الحميد الثاني، معتبرا إياه طفرة ومدرسة للفكر الإسلامي السياسي والتربوي. هذه البرامج أو هذه الندوات هي مهمة، وهي أيضا في جانب الربط بين الأتراك في الوقت الحاضر والعثمانيين سابقا والجانب العربي. نحن نشعر أن هناك قوة كبيرة بين العالم الإسلامي، بين العالم العربي وتركيا، وهذه المحاضرات وهذه الندوات تقرب الفجوة أو تردم هذه الفجوة الموجودة بين الجانب التركي والعالم العربي. إلى الآن قبل 100 سنة سلطان عبد الحميد خان هازريتلرينين أجمع الحاضرون أن السلطان عبد الحميد الثاني سعى خلال فترة حكمه إلى جمع المسلمين دون أي تصنيف يرتكز على جنس أو لون أو لغة، فقط هي الأخوة في الدين. الجماعة الإسلامية دعوة أطلقها السلطان عبد الحميد الثاني في بدايات القرن التاسع عشر في محاولة منه لمواجهة تردي أوضاع دولة الخلافة الإسلامية العثمانية ما بين ضعف وتردي الأوضاع من الداخل ومواجهة العدوان الخارجي نحوها آنذاك. اليوم وفي ذكرى رحيله المئوية يجمع نخبة من علماء الأمة على ازدهار دولة الخلافة الإسلامية إبان حكم الخليفة عبد الحميد الثاني. محمد نبوت، قناة النبأ، من العاصمة التركية أنقرة.